الآن نشرة الأخبار مع جمانة ممتاز. أهلا بكم إلى نشرة السادسة بتوقيت بغداد من قناة الفلوجة الفضائية. نبدأها مع أبرز العناوين. بحضور الشيخ الخنجر وعدد من النواب، صلاح الدين تشهد انضمام حزب الوطن إلى تحالف السيادة. ستكون محوراً اقتصادياً عملاقاً يخدم العراق والمنطقة، السوداني يؤكد من نينوى الحفاظ على أمنها واجب. واشنطن تبقي فسحة للتدخل بالموازنة وتؤكد هي شأن داخلي إلى حد كبير، والمالية النيابية تبدأ تدقيق جداولها. أهلا بكم. أول بداية من محافظة صلاح الدين، حيث عقد مؤتمر جماهيري للإعلان لانضمام حزب الوطن إلى حزب السيادة بحضور جموع غفيرة من شيوخ العشائر والوجهاء وأهالي المحافظة. وحضر المؤتمر رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر وعدد من النواب وقيادات الحزب إلى جانب رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري وأمينه العام يزن مشعان، إضافة لقياداته وأعضائه وجماهيره الذين صوتوا على قرار اندماج حزب الوطن مع حزب السيادة. عملا بالنظام الداخلي لحزب الوطن المقر في مؤتمره العام الأول والثاني، واستنادا لنص المادة 22 على أولا على ثلاثة على باء من النظام الداخلي لحزب الوطن المتضمنة صلاحيات المؤتمر العام بالموافقة على اندماج الحزب مع الأحزاب، والمادة 24 على ألف التي تنظم آلية الانضمام والاندماج مع الأحزاب الأخرى، والمادة 24 على جيم التي تنظم إلزامية قرارات المؤتمر العام، والمادة 24 على جيم المتضمنة جواز التصويت بطريقة رفع الأيدي. أطلب من أعضاء الهيئة العامة لحزب الوطن التصويت برفع الأيدي على قرار اندماج حزب الوطن مع حزب السيادة. تصويت. التصويت بالإجماع، ويعتبر قرار الاندماج قد حصل على موافقة أعضاء المؤتمر العام. هذا وأكد رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر إن انضمام حزب الوطن إلى تحالف السيادة جاء من أجل تحقيق آمال الشعب وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل بناء على رؤية تحقق العدالة ورفع المظالم. نتشرف اليوم أن ينضم صقور الوطن إلى فرسان السيادة. لنكون يداً واحداً لتحقيق آمال أهلنا وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل. الأمم الحية والشعوب الحية والشعب العراقي منهم إن شاء الله، وأنتم في هذه المدينة في مقدمة الصفوف، هي التي تسعى لبناء المستقبل. لدينا رؤية، رؤية للمستقبل مبنية أولاً على تحقيق العدالة بين كل أبناء الشعب العراقي ورفع المظالم عن العراقيين والتطور في المجال التعليمي والصحي والخدمي وزج الكفاءات في وظائف الدولة الرئيسية، من أجل أن يكونوا مثالاً حياً للنزاهة والمهنية في بناء العراق.
وأوضح الشيخ الخنجر أن الهدف هو إنقاذ الوطن وليست الغاية المصالح والمغانم، مشددا على أن قوة الدولة العادلة تمثل قوة للجميع. كما جدد دعمه لحكومة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني من أجل تحقيق المساواة والعدالة وتطبيق ما جاء في ورقة الاتفاق السياسي. لم نجتمع على المصالح ولا على المغانم، ولكن جمعتنا بالتجربة البرامج التي تريد إنقاذ العراق وإنقاذ محافظاتنا. نحن نريد وطنا يتساوى فيه الجميع، كل العراقيين بالحقوق والواجبات، ولكن لا نريد من أي مجموعة أن تفرض رأيها السياسي والعقائدي من خلال قوة الدولة. وكلما كانت مؤسسات الدولة قوية نحن نكون أكثر اطمئنانا لأي حكومة قادمة أو قائمة. ولذلك ومن هذا المنطلق ومن هذه النقاط التي ذكرتها، نحن وقفنا وسنبقى ندعم حكومة الأستاذ الأخ الدكتور محمد الشيع السوداني، لأنه رجل يؤمن بكل هذه المفاهيم ويعمل بجد على أن يرفع الظلم عن العراقيين، ويعمل بجد على أن يطبق ورقة الاتفاق السياسي بين الشركاء. كما أكد الشيخ الخنجر أن صوت المواطن في الانتخابات أساس لمن يتسنم المنصب، مشيرا إلى أن المواطن هو المسؤول الأول عن فساد أو إصلاح المسؤول، داعيا إلى إعطاء الصوت للصادقين الذين يكونون جزءا من مشروع سياسي يحاسب الفساد والفاسدين. الراعي هو صوتك الذي سيأتي بهذا النائب وهذا الوزير وهذا المحافظ، فإذا ما أعطيت صوتك لفاسد لا سامح الله فكل فسادة ستحاسب عليها ما والله، وإذا أعطيت صوتك لنزيه وصادق فكل عمله سينعكس عليك وعلى وضعك وعلى عائلتك وعلى مستقبل أبنائك. ولذلك هذا الصوت أمانة كبيرة في أعناقنا، لمن نعطي هذا الصوت؟ إذا نريد مدارس لازم نبحث عن المشاريع وعن الأحزاب وعن الأشخاص الذين نعرف نزاهتهم ونعرف أنهم أصحاب قضية وصادقين فيما يقولون. نريد مستوصفات، نريد فرص عمل، نريد مساواة بين الناس، نريد خدمات، نريد تبليغ. لازم هذا الصوت يعطى لهذا النوع من الرجال الصادقين والذين يكونون جزء من مشروع سياسي يحاسب الفاسد ويفضحه ويطرده. بدوره بيّن رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري أن الانضمام إلى تحالف السيادة جاء من أجل تقديم الخدمات والمطالبة بالاستحقاقات الشرعية لمحافظة صلاح الدين، فضلا عن رفع الظلم عن الأبرياء داخل السجون. من أجل أن نستطيع نغير هاي الشوارع اللي جينا بها الآن، من أجل أن نحسن خدماتكم، من أجل أن نحسن مشاكل أو نحل مشاكل الناس، البطالة والمفسوخة عقودهم والتعويضات والناس المظلومين في السجون ومجموع الناس المتطلعين إلى مناصب من حقهم. في هذه المدينة وفي هذا القاطع هناك نخب وهناك رجال قادرين على أخذ أدوار، لا نستطيع أن نحقق لهم شيء بعنوان الوطن فقط. احنا بحاجة ان نتحالف ونكون جزء من عمل كبير من اجل ان نتبنى قضاياكم ونستطيع ان نحلها، وما تكون قضيتكم مرتبطة بشخص مشعان او يزن او فلان، وانما قضيتكم مرتبطة بمشروع
به قادة وبه رجال. ما حصلت مشعان، تخابر شيخ خميس، تخابر عادل محلاوي، تخابر سالم، تخابر بقل الدليمي، تخابر عماد، تخابر جاسم، تخابر كل الناس اللي في هذا المشروع. من جانبه أكد النائب خالد الدراجي أن هدف التحالف استقطاب الشخصيات النزيهة والتي تعمل على خدمة المواطنين، لافتا إلى أن التحالف يعمل خارج إطار العشائرية والمناطقية. احنا نأمل أن يكون هذا التجمع وهذا يعني التكتل إن شاء الله بخدمة لأهلنا. نحتاج نختار ضمن هذا التكتل الناس الأمناء. احنا مو شرط نجيب واحد نظمنا 100% يفوز، إذا فاز هو مخوش هادمياني شنو مصلحتي به؟ أنا أريد واحد أمين، أريد واحد يحاسب المحافظ، أريد واحد يدور على المشاريع الخدمة للعالم. أنا ما أريد واحد يجيني يدور شلون هو ياخذ مشروع ويستفاد من عنده، لا مو هذا هدفي. هدفي أن أجيب إنسان يخدم الناس، يخدم المحافظة من أي كان، يعني من أي عشيرة، من أي قضاء، ما عندي أي مشكلة به. إلى ذلك زار رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر مضيف وزير الدفاع السابق جمعة عناد بقضاء شرقاط، وبحث أهم الاحتياجات في مجالات الخدمات والأمن والسياسة. ورافق النائب سالم مطر والسيد مشعان الجبوري رئيس التحالف خلال الزيارة التي أجراها وجرى فيها التأكيد على ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات وبانتخابات مجالس المحافظات القادمة. وأكد الشيخ الخنجر مواصلة مساعيه لإقرار قانون العفو العام وإعادة محاكمة السجناء الذين يدفعون ضريبة الحرب على الإرهاب دون ذنب. أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أن محافظة نينوى ستكون محورا أساسيا لمشروع اقتصادي عملاق يتمثل في طريق التنمية الذي يمر عبر الموصل ويخدم العراق والمنطقة ويعزز شراكة البلاد مع دول العالم أجمع. السوداني وخلال زيارة أجراها إلى سد الموصل اطلع ميدانيا على أعمال الإدامة والتحشية المستمرة التي تجري للسد، ووقف على أبرز المشكلات التي تواجه العاملين هناك، واستمع كذلك إلى عدد من الرؤى والمقترحات المعروضة بشأن الإصلاحات المستمرة للسد، فيما وجه بمواصلة أعمال تحشية جسد السد دون أي تلكؤ، لافتا إلى أن الاستحقاق القادم اقتصادي خدمي بحت، ومشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن المتحقق بالمحافظة مع معالجة بعض الظواهر. إلى ذلك أكدت اللجنة المالية النيابية إعداد البنود التي تروم إضافتها على الموازنة العامة وتحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد لكي تعود المبالغ إلى خزينة الدولة بعد بيعه. وناقشت اللجنة ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إلزام وزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات. هذا وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن مسألة الموازنة العامة مسألة داخلية إلى حد كبير بالنسبة للعراق، ولدينا مع بغداد اتفاقية إطار عمل استراتيجي وهذا هو الأساس. مسألة الموازنة العامة مسألة داخلية بالنسبة للعراق إلى حد كبير، ليس لدي تقييم لأقدمه هنا، وما نؤيده هو عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد. لدينا اتفاقية إطار عمل استراتيجي، ويظل هذا هو أساس علاقتنا الثنائية. إلى ذلك أعربت منابر الجمعة في الفلوجة عن استيائها من تأخر إقرار الموازنة للعام 2023، مبينة أن جميع الملفات المصيرية والمشاريع المهمة في المحافظات المحررة متوقفة على حسم إقرار قانون الموازنة الاتحادية. ما من قضية اليوم إلا وتربط بالموازنة، من تعيينات، من إضافة خدمة، من عقود، من سلف، من تعويضات، من ملفات الفقراء والمساكين، من زيادة لرواتب المتقاعدين. هذه الأمور يجب أن تحسب. لماذا هذا الخلاف؟ كل شيء في حياتنا ربط بكارثة الموازنة. البلد متوقف، لا بيع لا شراء،
لا قانون، لا عفو، لا ملفات تعويض. قالت الموازنة وحكت الموازنة وهالأيام وكذا، لا توزيع قطع أراضي، البلد متوقف. فهذا البلد هو أمانة تسألون، وما سمي المسؤول مسؤولا إلا لأنه يسأل. مسؤول على وزن اسم مفعول، أي يسأل، يسأل عن الرعية، عن الفقراء، عن المساكين، عن الجوعى، عن اليتامى، عن ملفات الشهداء. في كركوك، ولتخفيف الزخم الحاصل على دائرة الجوازات والجنسية، افتتحت إدارة المحافظة مكتبا جديدا للبطاقة الموحدة في قضاء الحويجة، كما وجه محافظ كركوك بتأمين كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لإنجاز معاملات المواطنين. المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في سياق هذا التقرير. في أبرز واجهة خدمية لكركوك، هنا حيث مديرية الأحوال المدنية والجوازات، أجرى فيها محافظ كركوك جولة ميدانية للوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه المنتسبين والمواطنين على حد سواء. 10 دقائق استلمت، الحمد لله ما كل شيء، الحمد لله ما يعني أكراد عرب والكرد والحيتي، يعني ما بيفرق الحمد لله. هذه دائرة مال كركوك، ما لها شغلة بالمواطن. الجولة شملت لقاءات بالمراجعين والضباط، مشاكل فنية طرحت وعد المحافظ بتذليلها. مكتب للبطاقة الموحدة افتتح رسميا في قضاء الحويجة، مكاتب مماثلة أخرى ستشهدها نواحي الرياض والزاب والعباسي. بنفس الوقت اليوم قمنا بدعم هذه الدائرة بتأهيل التبريد والمجاري و نواقص الدائرة اللي تخدم المواطن بحوالي 250 مليون، كما أنه طلباتهم لتفعيل دوائر المراجعين سواء كان في الأقضية والنواحي أو في المركز، تم الموافقة على شراء 50 حاسبة مع كل ملحقات عملها. هذه كلها أيضا استعدادا أيضا تم فتح البطاقة الوطنية في الحويجة. اليوم تم الاتصال بوزارة الاتصالات للبنى التحتية لفتح البطاقة الوطنية في الزاب العباسي والرياض والرشاد. تحركات على أعلى المستويات تضمن خدمة نازحي الداخل العائدين إلى مناطقهم، فضلا عن تمديد العمل لساعات متأخرة في هذا المبنى الحديث بما يؤمن متطلبات جميع المكونات. قد يبدو للوهلة الأولى على أن مديرية جنسية وجوازات كركوك متلكئة وتتأخر بالعمل لإنجاز معاملات المواطنين، لكن الحقيقة أن الزخم الهائل الحاصل في الآونة الأخيرة هو ما يعطي هذا الانطباع. الحقيقة هو أن كل كادر مديرية جنسية وجوازات كركوك يعمل لحد الساعة 7 مساء من أجل إتمام وإنجاز معاملات المواطنين. أضف إلى ذلك إدارة محافظة كركوك مشكورة أوعزت إلى كل من وزارتي الداخلية والاتصالات بافتتاح مراكز في الأقضية والنواحي من أجل سرعة إنجاز البطاقة الموحدة للمواطنين. هذا بالتأكيد راح يخفف الزخم على المديرية كمركز مدينة. بوتيرة عالية تنجز المعاملات داخل هذا المبنى، إجراءات إنجازها أفضل من أي وقت مضى، بدوام يستمر لساعات متأخرة من اليوم. لقناة الفلوجة، عبد الله العامري، كركوك. أكد وزير التجارة أثير داود الغريري سعي العراق للحصول على أفضل نوعيات الحنطة من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الطحين المحلي. وأشار الغريري خلال اجتماع مع مجلس القمح الأمريكي في واشنطن إلى إمكانية دخول الشركات العالمية والأمريكية والتعاون في هذا المجال للوصول إلى أسعار مناسبة تخدم الطرفين، فضلا عن مناقشة الحلول لتسهيل شراء الحنطة الأمريكية للمنافسة مع أنواع الحنطة العالمية الأخرى. محليا، ففي الوقت الذي يعاني فيه العراق من جفاف وقلة مصادر مياه الشرب، تطفو على السطح مشكلة كبيرة وخطيرة في بغداد تتمثل بالتجاوزات على نهر دجلة وتصريف مياه الصرف الصحي، حاملة معها الملوثات البيئية والأمراض المختلفة. الفلوجة رصدت بعض هذه التجاوزات في هذا التقرير. يسمع خرير الماء هنا من جدول يصب في نهر دجلة وسط بغداد، يخال للمار بجانبه عذوبة مياهه، لكن عند الاقتراب تعلمك رائحتها الكريهة أنها مياه صرف صحي
شكلت شلالا صغيرا يصب في النهر. وأكثر ما يثير الجدل من حضورها هو الإشراف الحكومي على وضعها بهذه الطريقة بحسب ما يقول مواطنون. أجي مهندس فتح لنا هذا المجرى من هنا مال المجاري، الذب هنا أذتنا، الريحة تقتل، السمك تأذي، الشط تأذي، الجراب كلها صارت خيسة ووسخ، وهذا والعالم حتى قامت ما تعبر تذب هنا من الريحة. فاستغربنا هسه جينا هنا وشفنا هالشلال الحلو هنا، فاحنا نشكر المهندس اللي سوى هذا الشيء، نشكرها. يعني ما معقولة ماكم فد مسؤول يشوف هالمهزلة، اسيان اسيان يطب الدجلة، والله حرامات. عشرة الجداول الآسنة شقت قنوات تتسرب من خلالها إلى قاع دجلة، تحمل معها الأمراض والأوبئة المختلفة. تتزاحم إلى جانبها مناظر النفايات على الجرف في بعض المناطق، تشهد على حركة المخلفات المرمية وبقايا الطعام وهي تطفو في غالبية الوقت. واحد عنده حرص على العراق وعلى المياه العراقية أو على الصحة العراقية، كان مو مدينة الطيب يذبون زبالتها بالشط والمجاري بالشط، هذا الشط تشرب منه الأوادم وتشرب منه الحيوانات والتغذى منه الزراعة. لو عندنا حرص أو لو عندنا خدمات كاملة من الدولة كان سوت له غير مجرى، غير اتجاه، غير مصنع. يعني تطلع معك ما تقدر، كل رياح يعني تجيك رياح قبل بالليل قبل عليك الرياح. إلى جانب ما يصارعه دجلة من قلة مخزونه المائي، فإن ارتفاع معدلات التلوث تشكل مصدر تهديد آخر على الحياة المائية ومياه الشرب، خصوصا بعد أن تحدثت تقارير حكومية عن أكثر من مليار متر مكعب سنويا من مياه المبازل عدا مخلفات المصانع تطرح في النهر دون أي اكتراث لتداعياتها مستقبلا. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. يستغيث أهالي منطقة العنقور جنوب الرمادي من انقطاع مياه الشرب منذ نحو شهر نتيجة انخفاض مناسيب بحيرة الحبانية، مما اضطرهم إلى الهجرة صوب مناطق أخرى. تقريرنا التالي يرصد معاناة أهالي العنقور ومناشدتهم صوب جهات المعنية. رغم أطلالها على ضفاف بحيرة الحبانية، قرية العنقور الواقعة بين قضايا الرمادي وعامرية الصمود تشكو العطش والجفاف نتيجة انقطاع المياه الصالحة للشرب منذ عدة أسابيع دون أي حلول مجدية تغيث نحو 10,000 نسمة في هذه المنطقة. أنتوا تشوفون الصورة، تشوف كم أكثر من الكلام، هاي الصورة مالتكم، تشوف المياه وتشوف معاناة أهالي العنقور. هالساعة قاعد تجي المنظمات تنطينا مياه بالأبطال، ما الأبطال هاي الدرازين قاعد تتصدق عينا، المنظمات الخيرية والمنظمات الإنسانية تصدق عينا بماء الشرب، ولكن نحن نريد حلول وحلول عاجلة. هاي أنا من أجد، هاي صار عمري 70 سنة ما صار بينا هالمأساة هذه، هذه أول مرة صارت. هسه هاي العرب شوف الأنقور والمجاري يعني ما يقارب يعني ما والله حتى يعني، فما أن غير الله ونعاتب أبونا، لأنه المحافظ أب أبو زيدون أبونا ويعتبرنا عوائل من عوائله، يعني من قالها شو اسمه كل عجوز هنا عمرها 70-80 سنة هي أم كل شايب يعني، وإن عتب علي يعني. عشرات العائلات بدأت بالنزوح من مناطق جنوب الرمادي، وآخرين يضطرون إلى شراء المياه بأسعار باهظة، ناهيك عن مختلف الأمراض الجلدية التي انتشرت بين أهالي منطقة العنقور بسبب شح المياه. يعني جربانا السعانة احنا ذا نروح على طبيب بالرمادي او بغير مناطق حتى ما يستقبلنا من هذا الامراض البينة، واتحدى السعانة حاش غدركم الحيوان يشرب من هاي المياه، ما حد يعني يقدر يسوي هاي المياه كل شيء. يعني هاي واحد اتحدى واحد يقف في يمها كان بنشرب منها ونغسل وجوهنا منها، واحد يشرب منها ماي، تعال شوف هاي جربانا عم ما يصير، كان تقولنا صورة حل. وبعد أن تقطعت السبل في إيجاد حلول سريعة، أخذت الإدارة المحلية على عاتقها حفر الآبار الارتوازية بعد انخفاض مناسيب بحيرة الحبانية، عسى أن تنتهي معاناة الأهالي في هذه المنطقة. الحلول اللي التقيناها مع المعنيين والفنيين بأن تكون آبار بجانب، حفر آبار بجانب محطات الماء لكي تغذي محطة الماء بدلاً من البحيرة، وهناك أيضا نصب أجهزة تحلية وتعقيم مع الآبار. وقبل أن تعاني هذه القرية من نزوح جماعي بسبب شح المياه،
يأمل سكانها أن تجد الجهات المعنية حلولاً ناجعة تعيد الحياة إلى أكثر من 10,000 نسمة في منطقة العنقور جنوب الرمادي. من محافظة الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. في محافظة الأنبار بدأت المخاوف تزداد مع ارتفاع أعداد المتعاطين والمتاجرين بالمواد المخدرة في عموم مدن المحافظة، مما دفع الحكومة المحلية عبر مؤسساتها بوضع حلول اعتبرتها جذرية للقضاء على هذه الآفة. المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في هذا التقرير. بعد إن كانت ممرا لعبور المخدرات، يبدو أن الأنبار تحولت إلى مستهلك خلال الفترة الأخيرة. المحافظة شهدت تزايدا في أعداد المتعاطين والمروجين لها، الأمر الذي دعا محكمة استئناف الأنبار لعقد مؤتمرات خاصة مع الجهات المعنية للحد من الظاهرة وإيجاد حلول مناسبة للقضاء عليها. المخدرات زاد تعاطيها، زاد الإدمان عليها، زادت أضرارها، أصبحت واضحة للعيان، ولذلك هذه الندوة والورشة تعمل على تقليل هذه المخاطر، لأننا سنة بعد سنة نلاحظ زيادة عدد الدعاوى على مستوى الجنايات وعلى مستوى الجنح. وتعمل الأجهزة الأمنية في الأنبار على ضبط الممنوعات التي تدخل عبر التهريب من خلال المنافذ الحدودية، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية 450 متهماً بتجارة المخدرات وترويجها وتعاطيها خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى ضبط أكثر من 5 ملايين حبة مخدرة من الكبتاجون والكريستال وأنواع أخرى. هناك وتيرة من قبل الأجهزة الأمنية المتخصصة لمكافحة هذه الجريمة، وكذلك القضاء يتصدى بكل شجاعة لمكافحة هذه الجريمة عن طريق إنزال العقوبات الصارمة بحق المتاجرين بالمخدرات والمتعاطين. صحة الأنبار من جانبها أكدت مساعيها لفتح مراكز لمعالجة وتأهيل المدمنين وبالطرق الحديثة والصحيحة، فضلا عن توفير أجهزة الكشف المبكر لغرض تدارك تفاقم الإدمان. تم رفع كتاب إلى وزارة الصحة لغرض افتتاح وحدة السموم والمخدرات في مختبر الصحة العامة، الذي من شأنه يقوم بفحص الأشخاص الذين يشتبه بهم بأنهم متعاطي المواد المخدرة لغرض اكتشافها في وقت مبكر وعلاج تلك الحالات. آفة المخدرات تتفاقم في الأنبار، حتى بدأت تشغل نحو 80% من عمل المحاكم بالقضايا الخاصة بالتعاطي والإتجار بالممنوعات. فهل ستترك الحدود مفتوحة أمام تجار الحبوب المخدرة؟ أم سيكون للحكومة الحالية رأي آخر للحد من انتشارها في عموم البلاد؟ من الأنبار، إدريس يحيى، قناة الفلوجة. في ختام النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. بحضور الشيخ الخنجر وعدد من النواب، صلاح الدين تشهد انضمام حزب الوطن إلى تحالف السيادة. ستكون محوراً اقتصادياً عملاقاً يخدم العراق والمنطقة، السودان يؤكد من نينوى الحفاظ على أمنها واجب. واشنطن تبقي فسحة للتدخل بالموازنة وتؤكد هي شأن داخلي إلى حد كبير، والمالية النيابية تبدأ تدقيق جداولها. مشاهدينا، النشرة انتهت. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم لطيب المتابعة، في أمان الله.